نعم، كنا أنا والزميل المصور محمد عشو بالإضافة إلى طواقم صحفية أخرى أجنبية نحاول بالطبع أن نصل إلى مناطق قريبة من نرى من خلالها شرق غزة، خاصة الشجاعية التي تشهد قصفا منذ صباح هذا اليوم وأيضا قصفا مدفعيا، وفي محاولتنا لاستكشاف بعض تلك المناطق تم توقيفنا من قبل الجيش الإسرائيلي وتسليمنا للشرطة في منطقة نيتيفوت المتواجدة أيضا في الجنوب في غلاف غزة. ذهبنا إلى محطة الشرطة في النهاية بعد تدخل منظمات صحفية عدة، لم يتم التحقيق معنا ولكن تم تحذيرنا من العودة إلى تلك المنطقة. قيل لنا بأنها منطقة عسكرية مغلقة، رغم أننا يعني في الطريق التي سلكناها لم نرى أي لافتة تدل على أنها منطقة عسكرية مغلقة، لم نرى أي حاجز للجيش أو بوابة كهربائية مغلقة في تلك المنطقة. ونحن بالطبع لا نعلم بالضبط كيف هي خريطة المنطقة وأين هي المناطق العسكرية المغلقة، ولكن يعني هذه الممارسات هي ليست أول مرة. أيضا حين كنا نحاول التغطية في شمال البلاد في كل مرة كنا نقف فيها في أي مكان حتى لو لم يكن هناك منطقة عسكرية مغلقة، شوارع عادية، مناطق مدنية، حيز عام، كان يتم توقيفنا من قبل الشرطة وطردنا من تلك المناطق حتى اضطررنا يعني للابتعاد عن كل المناطق العامة. وبالتالي من الطبيعي أن الصحافة يعني تبحث طوال الوقت عن منطقة يمكن التقاط فيها الصورة من أجل نقل الحدث، ولكن هنالك محاولة للتعتيم، محاولة لعرقلة الطواقم الصحفية. كنا نحو 9 صحفيين في تلك في مخفر الشرطة هذا، وكلهم تم جلبهم من تلك المنطقة التي حاولنا الوصول إليها من أجل التصوير وإعطاء الصورة البث المباشر ونقل الأحداث من المكان الذي نقف فيه. تم بالطبع تحذيرنا وقيل لنا بأنه إذا ذهبنا إلى تلك المنطقة مرة أخرى سيتم اعتقالنا بشكل آخر دون توضيح ماذا يعني هذا الأمر. على أي حال نحن عدنا إلى هنا إلى غلاف غزة في منطقة نفهم بأنه يسمح منها التصوير، هنالك طواقم صحفية عدة تتواجد في هذه المنطقة ونحاول منها أيضا توضيح الصورة على قدر ما نستطيع وما نراه أمام أعيننا في هذه المنطقة. ولكن إيمان برأيك يعني لماذا أصرت قوات الاحتلال على نقل الصحفيين 9 إلى المخفر إلى مقر الشرطة؟ كان من الممكن أن تطالبكم قوات الاحتلال بمغادرة المكان وانتهى الأمر. بالضبط هذا ما قلناه لهم، كان من الممكن أن يقول لنا الجيش بأنه من غير المسموح البقاء في تلك المنطقة أو التصوير فيها وإعادتنا إلى أدراجنا، ولكن هذا لم يحصل. يبدو بأنها محاولة تخويف للطواقم الصحفية. هنالك كما قلت يعني 9 صحفيين في تلك الحادثة، يبدو بأنهم يحاولون يعني التخويف التهديد وأيضا من أجل إبعاد الصحفيين من المناطق التي يمكن فيها التقاط الصورة. كما قلت هذه ليست ممارسات جديدة، هنالك هذه المرة أكثر من أي مرة أخرى هنالك محاولة لإبعاد الطواقم الصحفية ومنع وصول الصورة إلى القنوات المختلفة في العالم، رغم تشدق إسرائيل بحرية التعبير وقولها بأنها دولة ديمقراطية ومحاولة إظهار الاختلافات ما بينها وبين دول أخرى كما هي تقول. ولكن نرى بأن حرية الصحافة هنا تقلصت كثيرا، حتى أن معظم القنوات الإسرائيلية أيضا تلتزم بالخط الذي يفرضه الناطق العسكري، وأيضا هنالك رقابة عسكرية غير مسبوقة على الأحداث التي تنقل. الصحافة الإسرائيلية تتجند طوعا هذه الحرب لنقل الصورة فقط من جهة واحدة ونقل ما يقوله الجيش الإسرائيلي دون أي نقد سوى من بعض المؤسسات الصحفية الهامشية. نعم. اليسارية التي يمكنها أن يعني تنتقد الخط الذي يقوده الجيش الإسرائيلي، هنالك تعتيم كبير. سؤالي الأخير لك إيمان،
ما الذي تغير؟ يعني هذه المنطقة في غلاف غزة هي ليست منطقة عسكرية منذ ساعتين، هي منطقة عسكرية منذ 70 يوما تقريبا. المعلومة الآن خلاص يعني يبدو أن المعلومة غائبة، لا نعلم، إنما أسألك عن الاحتمالات، ما الذي تغير اليوم؟ في الحقيقة التضييق على الصحافة بدأ منذ 7 أكتوبر، أولا تضييق رسمي بمنع من قبل جيش الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية من نقل بعض الأحداث في بعض المناطق، وهنالك أيضا تقييدات بسبب هجوم المستوطنين الإسرائيليين على الطواقم الصحفية، ولكن هنالك تغيرات طوال الوقت، بمعنى أنه يسمح في منطقة معينة الوقوف فيها ويمنع في منطقة أخرى، لا نعرف على أي أساس. كما قلت، قيل لنا بأن المنطقة التي وصلناها هي منطقة عسكرية مغلقة، ولكن نحن لسنا خبراء في بالنسبة يعني للخريطة وأين هي المناطق العسكرية. نحن لا نعرف أيضا أين تتواجد قوات الجيش الإسرائيلي بالضبط، وبالتالي يعني دخلنا تلك المنطقة بشكل طبيعي كصحفيين نريد استكشاف المناطق واستكشاف الأماكن التي يمكن منها التقاط الصورة، ولكن التضييق لم يتغير، التضييق على الصحافة لم يتغير منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. إذن الحمد لله على سلامتكم إيمان جبور، مراسلة الغد من غلاف غزة.